بنسبة أكبر شوية، لكن لسه المدافعين مسيطرين، المدافعين مراقبين المهاجمين. نعم، غدا الميلان والإنتر في سهرة كروية كبرى إن شاء الله، وتغطية خاصة اختراق جميل. يا ولو عملها اليوفي، عملتها ست الكل. جاءنا الخبر العاجل، اليوفي ست بميت راجل. الجبهة اليمين مرة، الشمال مرة، الخطورة أصبحت حاضرة في آخر مرة. ندفد الزئبقي والسهم الأشقر في المدرجات. سعيد، نجوم اليوفي يتألقون. حكم اللقاء ماتسوليني، والمساعد الأول مانجانيلي، وتصديق على صحة الهدف. واحد سنجي مدرب فريق لاتسيو، 41 سنة، المهاجم السابق واللاعب السابق ويسجل إيموبيلي الهداف الكبير. ماكينة الأهداف الإيطالية التي لا تهدأ ولا يتوانى أبدا في التعامل مع الشباك. واحد من عشاق الشباك، واحد من مواليد منطقة الجزاء بباطن الحذاء. قد تكون عدالة السماء لنجم اجتهد وكافح وحاول، ولكن في اللحظات الأخيرة الله 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 الله، خدمة توصيل الطلبات للمنازل. لويس ألبرتو إلى إيموبيلي، يسجل 10 أهداف هذا الموسم، يتساوى مع ديبا. النتيجة 1-1. يا سلام يا سلام، لا 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 جزاء، لكن حارس المرمى عظيم، اترمى ناحية الشمال وبرجله عينك بقى على شمالك. انطلاقة من داري، اختراقة من تاني. سافيتش بيحاول، هيعدي هيفوت. ايه ده المتعة دي. بيحاول كليني، تاني على مرتين. يا سلام يا سلام يا سلام، ديبيني وضغط 16 مرة، تعادل في 6 مرات. فرصة تانية بوفون، ضربة جزاء ولا ايه؟ ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد. غريبة يا كورة، أحوالك يمينك راح على شمالك. انطلقت ايه واخترقت ايه؟ لاتسيو الله عليه. وانذار لبوفون، حكم اللقاء ماتسوليني، وكأنه بيستأذن بوفون لتاريخه الكبير وبيقول له عفوا يا تاريخ. ويتقدم للاتسيو على اليوفي إيموبيلي، يسجل. الله 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 على النسور، الله على النسور. النسور تحلق في سماء تورينو، النسور تحلق في سماء مهد الحرية الإيطالية. يتقدم إيموبيلي الهداف الإيطالي الكبير وهداف المنتخب الإيطالي بعد ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد على سعد ممر. يعمل بالعرض، عرضية تاني من تحضيره، إلى ضرب تاني لا يكل ولا يمل، يصول ويقول عايز تالت جول. لا 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 لا. السلام عليكم ورحمة الله. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.